بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ بإذن الله النهارده، هنكمل في الماتلاب، نبدأ ندخل في الشابتر الثاني. عندنا هنا يا شباب في شابتر 2 هنتكلم عن الفيكتورز والماتريسز. طيب الفيكتور عبارة عن متجه اللي هو عبارة عن صف واحد بس يكون أكتر من عمود، أو عبارة عن عدة أعمدة، وهنعرف إزاي إن احنا نتعامل مع كل واحد فيهم ونحصل على العناصر أو نضيف عناصر أو إن احنا نغير قيم برضو العناصر اللي جوه الفيكتور أو الماتريكس. وبرضه هستخدم الماتريكس ان انا احل المعادلات الرياضيه. في حاجات تانية كتير، خلينا ندخل على البرنامج ونشوف هنشتغل ازاي. هنبدا يا شباب اول حاجه هنا هنشتغل على الفيكتور. خلاص الفيكتور عشان اكتبه بكتب كده اكس ايكوال وافتح قوس الفيكتور زي ما اخدنا المره اللي فاتت في البلوت، بس دلوقتي هندخل بشكل تفصيلي في الفيكتور. فبقول له مثلا اكس ايكوال لو هو خمس عناصر، مثلا كل عنصر بين عنصر والتاني مسافه، يبقى 1 2 3 4 5 بالشكل ده، واضغط انتر. الاحظ عندي شاب اهو في الورك سبيس الفاريبل اسمه اكس، القيمة بتاعته 1 و2 و3 و4 و5. دلوقتي احنا في الفيكتور بنتكلم ان القيم بتاعتي مش بتبقى عنصر واحد بس، لا بيبقى عندي اكتر من عنصر. خلاص؟ طيب لو عايز اعرف فيكتور تاني بقول له مثلا الواي ايكوال وافتح اقواس الفيكتور. دي الطريقة التانية ان انا اعرف فيكتور، ان انا اعمل العنصر بعد كده الكومة 2 3 4 5. يبقى بين كل عنصر والتاني بدل ما احط مسافة لا بحط كومة واضغط انتر. هديني برضو نفس الناتج. طيب يا شباب في برضو طريقة تالتة، ولكن بستخدمها بس لما يكون الفيكتور بتاعك متصل، يعني العناصر كلها ورا بعض. بقول له مثلا الزد ايكوال 1 الى 5، الالا دي اللي هي الكولون اللي هي من حرف الكاف، بضغط انتر فبيديني برضو نفس النظام الفيكتور بتاعي من 1 ل 5. سي ال سي علشان امسح. خلينا دلوقتي شباب عايز اعرض الاكس، فبضغط اكس بضغط انتر، مش بديها قيمة بكتب بس الاكس، بيطلع لي كل القيم اللي جواها. فده عندك شباب عبارة عن فيكتور ولكن يتكون من صف واحد وأكتر من عمود. خليني مثلا أستخدم الأمر اللي اسمه بهوز، خدناه قبل كده، أضغط إنتر. بص بقى بيجيب لي الإكس عبارة عن، فاكرين السايز لما جبناها قبل كده؟ كان واحد في واحد لأن هو قيمة واحدة. طيب السايز هنا كام دلوقتي؟ 1 في 5، يعني صف واحد وخمس أعمدة، نفس نظام الواي ونفس نظام الزد. طيب خليني أعمل سي ال سي. دلوقتي شباب لو أنا عايز أعمل فيكتور ولكنه عبارة عن عمود مش صف، فبكتب مثلا الـ A equal، افتح القوس بتاعتي، بحط شباب كل عنصر بس بين العنصر والتاني بحط سيمي كولون مش كوم او مسافه، فبكتب 1 سيمي كولون 2 سيمي كولون 3 سيمي كولون 4 5 واضغط انتر. هلاحظ ان الفيكتور بتاعي عباره عن عمود، يعني عباره عن ايه؟ دلوقتي هو عمود واحد ولكن كام صف؟ خمس صفوف. خلينا اكتب الامر تاني اللي اسمه هوز، اضغط انتر. هلاحظ يا شباب اهو عدد الاعمده كام او عدد الصفوف؟ 5. ادي فعلا صف 2 3 4 5. طيب الاعمده هو عمود واحد، يبقى الفرق بين السيمي كولون والكوما، السيمي كولون لما بتحطها فاصل بين عنصر والتاني بتنزل العنصر اللي بعده ده تحتها، يعني بكتب الواحد حطيت سيمي كولون بينزل تحت، بقى حط الاثنين سيمي كولون الثلاثه بتنزل تحت، الاربعه بتنزل تحت، الخمسه بتنزل تحت. خلاص يبقى المعلومه اللي عايزك تعرفها هنا، لو عايز تحط العناصر جنب بعض بتحط مسافه او كوما، لكن عايز تنزل العناصر تحت بتحط سيمي كولون. هعمل هنا سي ال سي عشان امسح. في معلومة تانية عايزك تعرفها، لو انا قلت له زي ما قلت لك كده الاكس ايكوال من 1 إلى 5 او خليها من 1 إلى 10، ضغط انتر هيجيب لي العناصر بتاعتي الفيكتور عبارة من 1 ل 10. هنا يا شباب في امر او حاجة ديفولت اسمها الستيب، يعني الواحد دي البداية بتاعتي خلاص والعشرة دي النهاية بتاعتي. في النص المفروض حاجة اسمها الستيب بتمشي خطوة واحدة، يعني الواحد يمشي خطوة واحدة يبقى بعدها 2، خطوة واحدة بعدها 3. طيب لو جيت نفذت الامر ده بس بشكل تاني بقول له اكس ايكوال 1 نقطتين في بعض 1 كولون 10، هيعمل ايه بقى؟ ده يا شباب البدايه بتاعتي ودي النهايه بتاعتي واللي في النص ده الستيب. طب الستيب هنا كام؟ 1. يبقى هينفذ نفس الامر اللي فوق ده اللي هو الديفولت الطبيعي بتاعي. خلاص؟ طيب لكن لو كتبت نفس الامر وجيت غيرت الواحد خليتها 2 كده هيتحرك خطوتين، يعني هياخد الواحد ويسيب خطوه، بعد كده ياخد الثلاثه ويسيب خطوه، ياخد الاربعه ويسيب خطوه، كده يا شباب بيمشي بالخطوتين. طيب خليني هنا اضغط انتر هيجيب لي 1 3 5 7 9. نفس النظام لو كتبت نفس الامر وعملت الستيب بتاعتي 3 اضغط انتر، يبقى الاحظ ان هو بياخد 1 ويسيب 2، ادي دول كده اول 3، بعد كده ياخد الاربعه ويسيب 2، ادي كده ثاني 3، بعد كده ياخد السبعه ويسيب 2، بعد كده يجيب ايه؟ يجيب ال 10. بعد كده شباب سي ال سي علشان امسح، لو قلت له الاكس ايكوال من 5 الى 2 الى 15 كده يا شباب البدايه بتاعتي مش لازم تكون 1، ممكن البدايه بتاعتي 5 والنهايه بتاعتي 15 والستيب بتاعتي 2، اضغط انتر. الاحظ ان هو برضه بيجيب لي 5 7 9 11 13 لغايه ال 15. خلاص يبقى حط البدايه اللي انت عايزها، حط النهايه اللي انت عايزها،
حط الستيب بتاعتك اللي انت عايزها. طيب في حاجه تانية، ان انا ممكن امشي عكسي، يعني امشي الستيب بتاعتي بالسالب، يعني ممكن اقول له الاكس ايكوال مثلا من الماينس من العشر قصدي نقطتين في بعض ماينس واحد نقطتين في بعض واحد. دول هيعمل ايه بقى؟ البدايه بتاعتي 10 فعلا هيبدا بالعشر، طيب النهايه بتاعتي واحد، يبقى هيبدا من العشر لغايه ما يوصل للواحد ولكن بالماينس. لما اضغط انتر الاحظ ان هو جاب لي 10 9 8 لغايه ايه يا شباب؟ لغايه الواحد. كل دول يا شباب والاوامر اللي فاتت عباره عن فيكتور، بيعمل لك فيكتور سي ال سي عشان امسح. احنا قلنا يا شباب عشان نعمل فيكتور عباره عن صف، فبقول له الاكس ايكوال افتح الاقواس بتاعتي 1 2 3 4 5 بالشكل ده واضغط انتر. طيب انا دلوقتي لو عايز احول الصف ده لعمود من غير ما اعمل فيكتور عمودي، طيب هقول له مثلا السي ايكوال الاكس داش. الاكس داش يا شباب معناها ان انت بتعمل الفيكتور ده عباره عن عمود. ولما اضغط انتر بص حول الصف ده حوله لايه؟ حوله لعمود. طيب دلوقتي السي عباره عن عمود، لو عايز احول السي او اخدها كده واحولها لصف مره تانية، فبقول له مثلا في فيكتور جديد ايكوال السي داش. السي عباره عن عمود صح؟ لما بتحط لها الداش بتحول ايه؟ بتتحول لصف مره تانية. يبقى الاكس لو هي صف حطيت لها داش بتحول عمود او اي فيكتور يعني. يبقى اي فيكتور عندك يا شباب، يعني لو هو صف عباره عن صف وحطيت له داش هتحول عمود، لو هو عباره عن عمود وحطيت له داش هتحول لايه؟ هتحول لصف. طيب دلوقتي هعمل سي ال سي علشان امسح. في حاجه مهمه يا شباب لازم اعرفها في الفيكتور، احنا لما كنا بنكتب عنصر بنكتب عنصر واحد بس في البدايه، لكن لما بشتغل مع الفيكتور او بمعنى صح لو قلت له مثلا ال بي ايكوال 20 واضغط انتر، فده عنصر واحد بس مفيش مشكله. بوصل له من فين؟ بوصل له من خلال الاسم، يعني لو ضغطت بي دلوقتي هي متعرفه عندي واضغط انتر هيجيب لي القيمه بتاعتها. طيب اعمل سي ال سي. لو كتبت الاكس دلوقتي وضغطت انتر هيجيب لي القيم كلها. طيب لا بقى انا عايز مش القيم كلها، عايز قيمه معينه. احنا قلنا خلينا نتكلم كده، لما قلنا بنوصل للمتغير بتاعي من خلال الاسم قلت لك بتكتب الاسم عشان تحصل على ايه؟ تحصل على القيمه اللي هي داخل البوكس صح كده. طيب لما يكون البوكس بتاعك ده اللي هو رقم واحد بس بتكتب الاسم فعلا عشان تحصل على القيمه، لو هي كان جواها خمسه بتحصل على خمسة. لكن لما يكون المتغير بتاعك عباره عن فيكتور فيبقى الفيكتور بتاعك بيتقسم لعدد العناصر اللي جواه، هو بوكس فعلا اعتبره بوكس كبير كده بس فيه كام قيمه. هنا دلوقتي الاكس دي فيها كام واحده؟ فيها خمسه، يبقى بيتقسم لخمسه، خمس عناصر 1 2 3 4 5. خلاص يا شباب. طيب العنصر الاول بيتحط رقم واحد، وهنا حط القيمه الثانيه اللي هي 2، هنا 3 وهنا 4 وهنا 5. طيب دي بقى العناصر بتاعتك او القيم بتاعتك اللي هي داخل الفيكتور. في حاجه تانية يا شباب اسمها الاندكس. الاندكس يعني العنصر الاول ده اتحط في مكان، الاندكس اللي هو ايه؟ الموقع بتاعك، فده مكان واحد وده اتحط في المكان الثاني وده اتحط في المكان الثالث وده اتحط في المكان الرابع وده اتحط في المكان الخامس. احنا دلوقتي يا شباب الاندكس خلي بالك بيختلف عن القيم، انا علشان اوصل للقيمه دي اللي هي باللون الاحمر دي بوصل لها من خلال اسم الفاريبل او اسم الفيكتور بالاضافه لرقم الموقع بتاعها. طيب الثلاثه دي موقعها رقم كام؟ موقعها 3، يبقى عشان اوصل لها بستخدم اسم الفاريبل، بعد كده بفتح الاقواس بتاعتي بحط هنا الموقع، الموقع اللي هو الثالث. نفس النظام لو عايز اوصل للخمسه بوصل لها الخمسه اللي هي دي القيمه، بوصل لها من خلال الموقع اللي هو 5، يبقى اقول له اكس اوف الخمسه بالشكل ده. خلينا دلوقتي نعمل فيكتور مختلف عن القيم دي عشان تلاحظ الفرق. خليني امسح الكلام ده. هعمل فيكتور هنا اسمه اكس ايكوال ولكن هحط قيم مختلفه عشان تبقى مختلفه عن الاندكس. اقول له مثلا 40 20 30 90 و60. خلاص يا شباب وضغط انتر يبقى عندي كام قيمه؟ خمس قيم اهو. القيمه الاولى 40 20 30 90 60. نيجي هنا يا شباب بقى نحدد الاندكس. خليني اجيب كده واحدد الاندكس بتاعي. ده الاندكس بتاعه رقم 1، ده 2، ده رقم 3 4 5. يبقى لو عايز رقم 90 هقول له اطبع لي الاكس اوف 4، لو عايز رقم 20 هقول له اطبع لي الاكس اوف الاثنين. طيب خلينا نمسح بقى ونرجع نشتغل. هقول له مثلا هنا الاكس اوف الاثنين هيطلع لي مين؟ هيطلع لي 20. طيب دلوقتي دي ال 90 رقم 4، يبقى اقول له الاكس اوف ال 4 هيطلع لي كام دلوقتي؟ هيطلع لي 90. سي ال سي عشان امسح واطبع الاكس مره ثانيه. بص بقى يا شباب دلوقتي انا لما بقول له اكس اوف الرقم او الاندكس 2 مثلا واضغط انتر هيطلع لي ال 20 نفسها، انا كده حصلت على القيمه. طيب يبقى الامر ده بحصل منه على القيمه بس، لو عايز اخزن القيمه دي جوه فاريبل فبقول له مثلا الاي ايكوال اكس اوف ال 2.
يبقى انا خزنت القيمه دي اللي حصلت عليها جوه الفاريبل اللي اسمه ايه، لما اضغط انتر فقال لي الاي ايكوال 20. ينفع دلوقتي اغير القيمه، يعني لو عايز اغير ال20 دي واخليها رقم تاني، فبقول له الاكس اوف الاثنين يعني الموقع الثاني اللي هو داخل الفيكتور اللي اسمه اكس ايكوال قيمه معينه بتساوي كام، مثلا نحطه 7، نضغط انتر هتلاحظ جاب لك الاكس اهو الجديده ال40، بعد كده اغير ال20 خليها 7، بعد كده 30 زي ما هي، 90 60 زي ما هي. يبقى ثلاث حاجات هنا تعرفهم في الفيكتور، ان انت اول حاجه تحصل على القيمه، ثاني حاجه تحط القيمه جوه فاريبل، ثالث حاجه تغير قيمه العنصر نفسه. خلاص يا شباب، طيب سي ال سي علشان امسح واطبع الاكس مره ثانيه. انا دلوقتي عشان اطبع عنصر معين قلت لك بكتب اكس اوف الرقم بتاع الاندكس واضغط انتر. طيب لا، انا دلوقتي لو عايز اطبع مجموعه عناصر جوه الفيكتور، مش هطبع الفيكتور كله، لو ضغطت اكس وضغطت انتر هيطبع لك الفيكتور كله، لا انا عايز احصل على مجموعه عناصر، فبقول له مثلا اكس اوف وافتح الاقواس بتاعتي واقول له يا شباب من الى. من الى يعني ايه بقى؟ عايز مثلا من العنصر 30 لغايه العنصر 60. طيب ده موقعه كام؟ 3 4 5، يبقى هقول له من 3 الى 5 واضغط انتر هيجيب لي اخر 3 عناصر. طيب لو عايز من السبعة هقول له اكس اوف من 2 ل 5 واضغط انتر، سي ال سي علشان امسح. طيب ينفع اقول له نفس الامر ولكن الاكس اوف من 2 الى اشيل ال 5 واحط اند. اند يا شباب بتوصلني لنهايه الفيكتور، لما اضغط انتر يحصل نفس الامر، لو قلت له برده من 3 الى الاند هيجيب لي اخر 3 عناصر بالشكل ده، سي ال سي علشان امسح. طيب يا شباب خليني اطبع دلوقتي الاكس مره ثانيه، طبعتها بالشكل ده، في امر ان انا لو كتبته كتبت الاكس اوف وافتح الاقواس بتاعتي بالشكل ده، في النص هنا حطيت كولون بس، ما كتبتش ولا بدايه ولا نهايه، يعني من الى سبتها فاضي، ضغطت انتر هيجيبها لي عباره عن ايه يا شباب؟ هيجيبها لي عباره عن عمود بالشكل، يبقى لو حطيت كولون بس في النص هيجيب لك الاكس بتاعك عباره عن عمود. طيب سي ال سي علشان امسح، وهنقف يا شباب لغايه هنا النهارده، وهنكمل باذن الله المره الجايه على الماتريكس.